صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المال الذي يستقطعه المعلم من راتبه ويدفعه للطلاب على هيئة جوائز من باب تشجيعهم على التعلم هل يعتبر صدقة جارية؟ إذا كانوا فقراء هو يعتبر صدقة، أما إذا كانوا أغنياء هذا يعتبر من التشجيع على تعلم القرآن وليس صدقة، إنما هو من التشجيع على تعلم القرآن وإنفاق المال على تعلم القرآن، وهذا عمل صالح.